احنا عندنا راه نطيبو بكري عاد المخيمة باش نزيدو هاد الدجاج طعام لذيذ. نعم يا ماما كيدي ليك ودي نسبت خيتي الله يسلمك. درنا شطون خليكم معانا على شويشه معاكم خليكم تلبسوا كيف الظاهر بعيد. هذا سكين زيت او ماي جاد أكثر منه. ودرنا الخرقوم درنا سكين جبيل درنا الإبزار نجيب شي ديال المعجنون ونجرب شي ديال المعجنون. دابا غادي نزيد الثومة. الثومة أنا كنديرها هنا كنجيبها كنحطها ونديرها في الفريزر باش ما تبداش تكشري ولا تبدا. دابا نخلي الحيمة واش باينة ولا ديالنا. غادي نحط عليها هاد القريعة بسم الله. صافي غنبقى هكا كنكمل هاد القريعة على المريقة صافي نسد عليها شوية على ما طيب القريعة وصافي. هادي القريعة ديالنا بالحيمة كي جاتكم وقدرت خليت المريقة شوية هاد المرة على حسب بيداتي فين يغمسو لكن هاهي طابت شتو كتجي لذيذة. يا هاديك يلا اجيو بصحة والراحة. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم صحتكم لاباس. هادي بطاطا مقلية درتها لوليداتي هاد النهار كله ما كاينش الماء ولا نقطة الماء. دابا راه نقول هاد النهار وتا غدا ان شاء الله هكا غادي نبقاو. اسمحوا لي والله ما لقيت ما عندي درت هاد البطاطا هادي قليتها كنشريها احتياط كتكون جاهزة ودرت هاد الصوص ديال الزبادي مع تويمة مع مليحة وشوية ديال الخل لولدي ودرت انا مايونيز انا وبنتي هو ما تياكلش البيض صوبت مايونيز عادي انا وبنتي. وهاد الخبيز كنشريه تنديرو لهم فيه بحال تورتيلا ندير لهم فيها هاد البطاطا مقليه. بغيت ندير لهم شليض هاد الخيار ومطيشه ساعه ما بقاش فين نغسل المطيشه والخيار هادشي اللي غندير لهم غادي يشربوا هاد الفانتا هادي هاد الكويسه حتى الكويسات ما لقيت فين نغسل درت لهم غير الكويسات ديال اتاي هما اللي غادي يشربوا فيهم. هادشي اللي كاين عرفتي مقبيله وانا نتسنى وخلاص. هو البارحه اللي صورت لكم درت لهم واحد القريعه مع الحيمه ايوا صورتها بغيت نوريكم التقديم وهذا ساعه تبارك الله وليداتي فيهم الشجاعه حطيت لهم الطباسر سلامتهم بصحتهم وراحتهم لقيتهم كلاوس ولكن صورت لهم المراحل. ايوا هادشي اللي كاين. مساء الخير عليكم. اتس بوب كورن تايم مش يا محمد؟ بوب كورن تايم. تحب بوب كورن؟
Yes. مامتك تعملي جيد؟ Yes. احكي عربي. نعم. العديد؟ نعم. مامتك شطورة؟ والله أهم طباخة في العالم. مامتك أمورة؟ نعم. الله يحفظك. دابا غندير لوليداتي الشطكور. درنا داك الدرا ودرنا المليحة. غندير واحد شوية ديال الزويت. شوميشة ياك. ممكن تخليني أكب الزيت قليل؟ أخرج. نديرو غير شوية. باش ما يهادش. وصافي غادي نديرو وغادي نعطيه لوليداتي يقصو يتفرجو ياكلو بوب كورن ونخلقو لهم اجواء مسكنين. راكم عارفين ها هو البوب كورن ديالنا وجد. كاين واحد زويون داك امريكانا غاردن ولكن غالي. انا تنشري غير هاد المحلي ديالهم هنا. يوم مرة تيصدق مرة هذا مولف تي عمر تتعمر هاد الطاوة. ودابا عندي هاد الطاوة كتسرب الهواء. البوب كورن خاصك باش ينجح خاص الهواء ما يدخلوش، تكوني شاده بشي غطايه اللي محكمه الاغلاق. يوا ولدي شنو مامتك كدير لك الفوشار دائما ولا احيانا؟ فوقاش كدير ولد؟ فوقاش متى؟ ما احيانا تعمل هنا لما يكون في موفي. موفي أطفال؟ ها؟ نعم. ولديت؟ وأنا شوية يبرد ونحطو لكم. لا هذا البوب كورن ديالنا وجد. نشوف ولدي وجد؟ ولديت؟ ها؟ صحة والراحة. أنت ولديت؟ ها؟ نعم. ممكن تزيدي ملح؟ ها؟ ممكن تزيدي ملح؟ نزيدك ملح. حاضر. في ديك حد الملح الصغير. يلا عشان نلعبوا. شنو غنلعبوا ولدي؟ او شطرنج والطاوله ودي شطرنج والاكس او والمربع. هو المربعات اللي تقص فيها عبر تعمل رقم 6. ايوه تمام. شطرنج تعرفوا؟ نعم. وده تعرفي من علمكم شطرنج؟ ماما. هذه طبعا فروحة. هذه فروحة دمية بنتي المفضلة. هذه راه ولات وحدة من العائلة. هاي تحوايج العيد كتشريهم. تحوايج العيد كتشريهم لهم. والله إلا قلت هذاك الشيء اللي ناقصنا ياك يا فروحة. نعم. هضري معاهم فروحة. هاي إن شاء الله تكونوا في أحسن الأيام. يلا واحد شويه انا غنشارك معاكم شنو كنلعب انا وليداتي. نوريوهم الحمقى ووليداتها. الا كان هذا هو الحماق هادشي اللي بغينا حتى حنا. ايوا راه اللي ولا يقول كلام الحق ولا يدافع على الحق ديالو وما يتدلش وما هذاش تيقولوا عليه حمق. الله ياخذ فيكم الحق. الله يخليه دوخوني كاع. الله ياخذ فيكم الحق. راه سيد الخلق عليه الصلاه والسلام وقالوا عنه مجنون وما يكرهوش كون كلقاوني حمقات بصح بنيه. بعدا كون راهم داروا ما بغاو. شفتوا هذه راها البعوضه عضتها مسكينه. عرفتي عندها واحد العضه واحد البعوضه عندها واحد العضه. عرفتي راه صعيبه راه كدير كاع شي مرض والله. غير حنا الحمد لله هنا مغطيه كلشي. كندير سكوتش حيت طاحت. كندير انا سكوتش على الجوانب ديال الباب. شفتوا كندير سكوتش على هاد الجنيبات ديال الباب كلها تندير سكوتش. صديقين ماشي المنافقين المتملقين. الله ياخذ فيهم الحق.
هذه حاجه دابا مشينا شفنا شي حاجه وغادي نمشي نشري نمشي شي حاجه ديال الدار من هكا الحليب والماء وهذا ونرجعوا ان شاء الله للدار. علاش كاين اللي كيبقى يهضر على الماكله والشرب بحال تقولي حنا راهنا عايشين في الجوع حيت تقول دابا حنا في المغرب راهنا عايشين في الجوع. المشكله كتجي كتهضر غير شي مغربيات ويلي واش حنا في القرن 21 وانتم باقي كتهضروا على الماكله والشرب؟ سيروا التقوى والله سير راه الطير في السماء وربي كيرزقكم من حيث لا يحتسب. الحمد لله انا من 2016 الحمد لله ربي ما مخلينيش غشت في الله ربي سبحانه وتعالى عمره ما يخليك. فانا خرجت كنقول لعباد الله انا راني كنموت في الجوع على شنو انا راه خرجت نهضر على ولدي اللي مريض والحمد لله حتى السودانيين متعاطفين معايا وعارفين راهم عايشين هنا وعارفين هاد المراه مسكينه شنو كتقاس عارفين الوضع كي داير. نتوما غير كتزيدوا لراسكم الذنوب شحال داك التعليق ديالك اللي كتقولي راكي واكله وشاربه وهذا ونقصك تاخير زعما اصحابك هذاك الشيء راه دابا غير قلتي ومشيتي راه عند الله سبحانه وتعالى كلشي مقيد عندك اصحابك.